بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية تمثيل الأدوار ودرس الجمل والسيارة، حيث دار الحوار بين الجمل والسيارة كما يلي: ما لراك حزينا أيها الجمل؟ عندي سبب رأسي. كيف ذلك؟ لقد والسفر البعيد، ولكني كنت زميل في الصحراء. لا تحزن يا صديقي، فما زلت زميل الصحراء التي تذكر الناس بعظمة الخالق. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ شكرا لك أليتها السيارة، فقد أعدت إلي الأمل وذهب عني. جزاكم الله خيرا. كان معنا في دور الجمل الطالب مسفر، والطالب فيصل في دور السيارة. جزاكم الله خيرا.